بزاف ديال المشاركه اش من اطار كذا، وبالتالي غنوصلوا على ان يتخلق عندنا الاطمئنان ويتخلق علينا واحد النوع من الاحساس بانه راه الجمعيه الرياضيه الاتحاد الجمعيه الحسنيه راه هي جمعيه قائمه بالدور تاعها الاساسي وهو تكوين الاجيال. فيما يتعلق بالفقر المهني، طبيعه الحال الفلوس هما اللي كيغيروا المعادلات، ومي كيكون مراقب ومدقق الحسابات يتحدث باللغه الفرنسيه كيزيد فينا العقده، كيعقدنا درج. وشرح لي ببساطه الساده المنخرطين، راه انتم في هذا التقرير هذا هل كيهمكم في هذه السنه اما هذا الشيء القديم راه يتعلق بواحد الارث بقى كيجيب لي كان في الجمعيه كتسير كل شيء، وراه هذه الاموال هذه اللي هي مشجعه على الجمعيه دابا الشركه الرياضيه نقول لكم شو التصفيه. وانا الملاحظه وانا ما عرفتش انا علاش السيد شار ليها واش بغاو يديروا التصفيه للجمعيه، لا اعتقد يعني في ديك الفقره الاخرى، لان بغيت الشركه نقولوا الديون العديده يمكن انها تفرض علينا نمشيو ليكيداسيون، ولكن في الجمعيه الرياضيه كتبقى جمعيه. بالنسبه للناس اللي كيتسالوا فيهم الناس اللي عندهم العفه واخا كيتسالوا هما ولا الدار، ولا كيتسالوا تدبروا الامور بشكل اخر، وبالتالي انا الخوف من ان هذوك الارقام الكبيره انها تاثر على العمل ديال الجمعيه لن يتحقق، وبالتالي هذه المرحله هذه هي مرحله انتقاليه. نشكركم لانكم قدرتوا المبادره وعندكم الشجاعه لانكم تحملوا كل ما ينتج لكم الانتقادات وكل ما ينتج لكم التساؤلات على فتره ماشي ديالكم، ولكن المسؤوليه تقتضي بانه المسير يتحمل المسار ديال السير. ونتمنى ان شاء الله تعالى بان هذه العمليه هذه فكروا فيها ديال تصحيح المخلفات السلبيه في التقرير المالي اللي هو عنده بزاف ديال الملاحظات يمكن تجاوزها. وانت راه شفتي اليوم على العلم على ان هذه الملاحظات اللي مشابهه وكما قال السي متفق ماشي اول مره، هذه راه كيتشاروا راه تزدت عندنا غير وحده. راه يمكن لينا نديروا نعاودوا الجر ديال الممتلكات ديال الجمعيه، يمكن لينا نكونوا اكثر شده في استخلاص المبالغ اللي بقات عند الغير، ونشجعوا بانه راه هذه المساله هذه كتحقق للجمعيه فائض مالي اضافي اكثر من ذاك اللي مرصود لها، اللي يخلي بان الفئات يكونوا مطمئنين في التدبير تاعهم، وتبقى بانه الشركه الرياضيه يمكن الرئيس في اطار الواجب تاعو الاخلاقي الواجب تاعو لانه كيحس بالمنخرطين يكون كيدير اضافه باش يشير للشركه الرياضيه فين كاين الامور تاع الايجابيه والسلبيه وفين المعيقات، مع العلم على ان السنه الماليه للشركه الرياضيه راه باقي بعيده ورحنا دابا كاينين في البدايه ديال السنه الاخرى، وبالتالي هذه المساله هذه اللي كتخلق هذه المساله. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ يخطف. فقط غير التوضيح اذا كان ممكن ممثل الجامعه يعطينا، كاينه مذكره صدرت من رئيس الجامعه كنعتقد هذه سنتين او ثلاث سنوات كتحرم على رؤساء الانديه متابعه الديون باش يقول انا كنسال هذا الفريق، هذه تمنعات من الجامعه، كيقول ان كل رئيس فريق عنده ديون مع الفريق ديالو او كيسالهم بطبيعه الحال بمسطرة مدونة في هذا الاطار، ولكن ما ينعقد الجمعيه حتى يكون صفى هذيك الديون. اذا المساله راه وارده كمذكره تنظيميه من الجامعه، هذه راه كاين محاسب وزقجه كنذكرها. هذا العمل هذا ديال اولا كما قال السي خلف اللوم كاين انتوما خارج هذا النطاق، انتوما ضحايا، انتوما ضحايا. انا كنقولها وكنعرف اشكون انتوما ضحايا المأساة اللي مرات من الحسنية، مآسي اللي مرات من الحسنية للأسف الشديد، للأسف الشديد. ما عمرنا كنا كنتمناو الحسنية توصل لهذا المستوى. انا كنتكلم في التدبير المالي، كنتكلم في التدبير ولا حتى الإداري. الحسنية وصلت لمستوى منحط هزيل للأسف، للأسف. لا انا كنقول الحسنية مر من هذا التسونامي، كنعاود نقول هذا التسونامي خربها، أصابها بالخراب. فالحسنية أصبحت في حاجة لإعادة إعمار ما يصطلح عليه في زلازل وفي تونامي، كذلك الحسنية هذا من ناحية الإدارية ديالها ولا من ناحية المالية ديالها. لذلك أنتم أنا كان
نهنيكم على الشجاعة اللي كنت كنكتب اللي خدا زينا من الأمور في الظروف. انتم احنا انتم دابا الان كتعرض عليكم اشياء اللي ما درتوهاش ما كنتوش بها كانت وقعات. اذا هذا واقع سابق مضى مضى. احنا ما نبقاوش نشوفوا لوتروفيزور خصنا نشوفوا شي شويه ذاك الباربيز الكبير نشوفوا شويه الافاق نشوفوا فيها المستقبل. لذلك اتوجه بدعوه لكل الاخوه المنخرطين الحاضرين معنا في هذا انا كنعتقد ان هذا الجمع العام جمع لي لم شم الحسنات كبير كفانا من المناوشات كفانا من الصراعات كفانا من القيل والقال. المكتب الحالي مطلوب انكم الله يخليكم بعد كل مده نضمن لقاء للمنخرطين. ما يقال في الهوامش خارج يقال في اجتماع المنخرطين بكل وضوح وبكل صراحه وبكل شفافيه. تقدمون عروض في مصلحه ثانيه وفي مصلحه كذا هذا واحد. جوج السعي بس في اقرب وقت لعقد جمعه استثنائي لعقد اتفاقيه شراكه ومنصوص عليها في القانون منصوص عليها في القانون 309 عقد شراكه ما بين الجمعيه والشركه باش ما نبقاوش نقولوا الجمعيه غيتكلفوا بالفئات العمريه والشركه اللي غتكلف بالفئات الكبرى. لا الشركه اتفاقيه شراكه راه مديوره تقريبا في جوج الانديه في المغرب وفيقوا حتى حنا نكونوا سباقين نديروها باش على الاقل كذلك هاد الشراكه تكون كتسمح للجمعيه لمناقشه فريق الكبار لانك اهمها باش يبقى واحد الهم مشترك ما بين الشركه والجمعيه اللي هو مصير ومستقبل حسنات كبير. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه كتوجه كيف في الجمع العام وصدروا قرار اليوم بقبول كافه المنخرطين بضمهم الى حسنات كبير. نساليهم ذاك البوليميك لان الخطا ما ارتكبوش المنخرطين الخطا ارتكبته الاداره الحسنيه. الناس قدموا طلبات الانخراط وكاين اللي ادى واجب الانخراط وما عمر شي جمع عام ديال حسنات اكاديميه من 2011 الى اليوم مرت منه نقطه جدول الاعمال اسمها المصادقه على المنخرطين الجدد ما كايناش. انا اتحدى اي واحد يجبد شي محطه الجمع العام ديال حسنات اكاديميه 2011 اليوم في هذه النقطه. لذلك ما وردش هذه النقطة فأنا كنلتمس منكم ومن الجمع العام إخوة الحاضرين باش يكون موافقة على جميع المنخرطين اللي موجودين معانا والمصادقة عليهم والمصادقة النهائية كتكون بعد أداء واجب الانخراط ديالو في أجل 11 شهرا تبقى للقانون. وأنتم تحدوا مكتب المسير ديالكم ديك الصلاحية يحدد واحد المنخرط ما خلص 8 سنين واحد ما خلص 8 واحد كتحدوا واحد المدة اللي هي مناسبة اللي كتساهم كذلك في لم جم حسنات كبير. ما بقاوش مشتين شتتنا يساهم في تخريب حسنات كبير. لم جم ديالنا يساهم في تقدم حسنات كبير. الفريق الحالي اللي موجود حاليا داكشي اللي عطاه سيدي ما عند حتى شي واحد ما يقول داكشي اللي عطاه الله الا كيتمشى هذاك الفريق غير في السطيح ما نقولها لحد. الفريق ما دارش انتدابات كما الفرق الاخرى الفريق عاش مشاكل الفريق هذا فالله يخليكم كل شيء ساهم بدون نقد جارح يساهم في تشجيع هذوك الوليدات على الاقل حتى تخطوها بخطوه. وكان الجمع العام الحالي ديالنا متتبع كيتبعوه ناس من مره كيتبعوه الجهه المانحه كيتبعوا المستشار كيتبعوا المسجد الجامعي المدينه تاكاير كيتبعوا ممثل الجهه كيتبعوا هادو اجهزه مانحه حتى هما كبار يطمئنوا على داك الشيء باش كيساهموا المنح ديالو في الحاجه الوحيده اللي غتطمئنوا هي ان يتم شمل المنخرطين ديال حسنات كبير. باش غيتم هاد الشمل هذا كيتم بطريقه واحده. انا كنقطع عليكم كل 10 دورات بعد كل 10 دورات يتم لقاء ندير واحد اللقاء بيناتنا يا نتغداو ولا نتعشاو نضحكوا نتخاصموا بعضياتنا نكملوا بعضياتنا ولكن كنخرجوا بواحد الحصيله بواحد النتيجه. هذه مساله اساسيه ومهمه جدا. اذا ما وصلناش لهذه النتيجه راه حنا كنهرسوا الحسنه بطريقه غير مباشره. اتمنى الرساله توصل ويفهموها الاخوان والسلام عليكم. شكرا السي عبد الله القاسم كاين شي وقت المتوفي. السي عبد الله حيت كاين واحد النقطه اللي هي مهمه ديال اللقاء مع الاستاذ راه درناها السي عبد الله غير اونتر بروبيس راه درناها في المجال الاقتصادي وغادي تما ان شاء الله. على الجميع ولا ما تقطع على واحد؟
خلاص اللي كان بعد التقرير الادبي والمالي انتم غير مقررين، لانه 2022 2023 احنا ما كنلومكمش. 2022 2023 سنه اللي عرفت جوج مكاتب، كاين مكتب باش بدا في بدايه الموسم ومكتب اخر في نهايه الموسم، يعني راه عارفين الترتيبه. هذا غير توتر. انا هنا دابا غير كنديو الملاحظات ديالنا ماشي انتقادات، ما غنحاسبوكمش، لانه الوحيد دابا اللي كيبان ليا كمسؤول مالي تجاه المنخرطين هو السي بعيد الفقير بصفته انا ذاك امين المال في الكتاب. محتاج الاخوان راه حتى واحد ما عنده مسؤوليه في هذا الشيء، لانه هذا اللي قدرتي قادر واللي ما كيداروش المجموعه العامه فوقيتهم غير اللي بغينا البرنامج عمل السيد الرئيس الله يجزيكم بخير، لانه كما قال السي عبد الله. ولكن انا غنزيد باشي كل 10 دورات خص لقاء مع المنخرطين عاجلا باش البرنامج ديال الفريق، وغنناقشوا الحاله الرهينه ديال الفريق في اطار اجتماع مع المنخرطين، لانه راه قلتوا اللجان راه ما كاينش شي منخرط خارج الكتاب داخل شي لجنه. هذا الجد بطريقه ايجابيه لتصحيح المسار، نحيدوا مع الممارسات السابقه انه اللي يطلع من الكتاب كيتسد على المنخرطين، خص المنخرطين يدخلوا في لا جيستيون على الاقل في البرنامج السنوي ديال الفريق باش حتى حنا نعرفوا شنو اللي غنجلسوا. جلسات اللي دايروا الساعه على كل 10 الخطر 10 الماتشات نعرفوا اشنو دار اشنو ما دار، كلشي عارف يكون عند كل واحد عنده برنامج ديالو. وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا الحاج محمد. سي عبد الله زيد كيجي دخل. شكرا السيد الرئيس، ما كنتش بغيت ندخل، ولكن كنعتبر ان هذا اللقاء لقاء ديال باش نصفوا الخواطر ونزيدوا القدام. وكملي كنسمعوا شي كلام على ان واحد سلم في الجمعيه ورئيس الجامعه كيقول ما خصناش، ورئيس الجامعه راه قال واحد الوقت اللي ما دارش الشركه ما غيشاركش كاع قالها، ولكن واش تبقى الوقت ما دارتهاش ما جاتهاش. خاص التطور، خاص البطوله ديالنا تطور شويه بشويه، خاص ادوات عاليه. الحمد لله البلد ديالنا راهو عدد الاليات والادوات. واش الراجل عطى دم حياته؟ علاش كنقولوا علاش زعما كنجيو نضغطوا نعاودوا نضغطوا نعاودوا نضغطوا؟ ما معقولاش، ماشي معقول. وهاد الوينات اللي كتذكروا دابا راه كل واحد من هاد الرؤساء ومن هاد المسؤولين راه دار حقه وما يجيش اليوم يعطينا دروس. وخصنا نقول الحقيقه، وما عندناش تبر من خطط السيد الرئيس الله يجزيكم بخير. خليونا نكونوا براف كما العاده، مابقاوش نتبردوا على بعضياتنا. شكرا. شكرا سي على الاتحاد. شكرا سي عبد الله طيب. وما كاينش انا سوبر منخرط، الحمد لله راه كنا واحد كنا منخرطين. شكرا سي عبد الله. 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 شكرا سي